أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع عن ضبط أكثر من 19,000 مخالف. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 عاماً وغرامة مالية تصل إلى 1,000,000 ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء إضافة إلى التشهير به.